يعني لو قفلت قدامك الدنيا خالص وما عادش حد بيسمعك خالص ومش لاقي حد تتكلم معاه وتعبت تعبت تعبت وكل اللي حواليك يا اما تخلوا عنك يا اما مش فاهمينك يا اما بقى فيه يعني الكوميونيكيشنز او التواصل بينك وبينهم بقى ضعيف جدا، في مشكله مش عارف تتكلم مع مين، الدنيا كلها ما انتش عاجب حد. والله لو حصل لك الحكايه دي عارف معناها ايه؟ ربنا بينده عليك. كلم ربنا، روح ناجيه اشكيله. الشكوى إلى الله عبادة، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. محدش كان سمعه، أبو سيدنا يوسف كل اللي حواليه ضده وكلهم بيهربوا من جريمة إن هم حاولوا يقتلوا سيدنا يوسف وعمالين يخبوا عليه وهو موجوع ومحدش فيهم سمعه. بكى وقال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اشكي بثك وحزنك إلى الله. أعملها إزاي دي؟ وانت سايق عربيتك كلمه قول له أنا تعبان، أنا ماليش غيرك، أنا ما عدتش عاجب حد، كلهم شايفيني وحش، المهم أنت تبقى شايفني كويس، أنا عايز أرضيك، محدش بيقبل أعذاري، أنت الوحيد اللي بتقبل الأعذار، سامحني، قويني، اهديني، حللي مشكلتي، أنا ما عدتش عارف أتصرف. أقول كده طبعا تقول كده. في فرق بين الدعاء وبين المناجاة، الشكاية إلى الله، فاضفض قول اللي جواك. النبي عمل كده لما الدنيا كلها ضده، قال له إنما أشكو، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين. فين الدعاء ده؟ مش دعاء ده، بيفضفض بيشكي همه. جرب تعمل الطريقة دي.